ميديكالي. عزت في الملح هو يعني أوبريت، عرض مسرحي موسيقي من تاليف واشعار جليدي العويني واخراج يوسف مارس كما تحدثنا، موسيقى سيوس فرياحي بمشاركه الاسماء اللي ذكرتها مع صديقنا فؤاد بالشيخ. هو مبني على حكايه، يعني حكايه عشق تتم على ميناء فيها الفراق، فيها الانتظار وفيها اللقاء. والعنوان عزلة في المالح هو بطبيعة حال القصة، باعتبار أنه بطلة القصة وبطلة المسرحية تسافر في البحر وتترك حبيبة على الشط. الله الله. وثم أنكلين تترك شكون؟ حبيبها فين تخليه؟ على الشط. هذه ذا لوست مهدي، عرفتها لوست؟ بعدك تسافر وتترك حبيبها في الشط. والعنوان ماخوذ الحقيقه هو ستان كلاندوي للمرحوم احمد خير الدين الشاعر الغنائي، وما ادراك اللي عمل العديد من الاغاني وعمل الحاج كلوف. سيد احمد خير الدين عنده نص، عنده غنايه جديده اسمها يا مسافره قلبي معك، قلبي معك خذيت. وفما زاد من اروع معمل احمد خير الدين وانا نموت عليه، يعمل نظرة من عينيك تسحرني، نظرة تخيب ظني فيك. اي صالح المهدي. سي احمد خير الدين قال في يا مسافرة فكري سارح ما بين يومي وبين ليل المبارح، لوحت عسلة في البحر المالح، مررت عيشي والبحر حليته. الله. تنهدت ما هون علي داياك مدي عيني ما لفها النوم، أردت على الوجه بطرفة وطايا لقيت طيفة تحت الوطا مرسوم، بوقت ما يعد النهار حذايا لازم خيال ما خطاني يوم، هو رفيق السفر دوم معايا وهو دايرة للنفس زاد يدوم. يا غرم حب ما حرك وتني نار ومن بنت انا ويا ذامر خطار، يا غرم زول يكوي حاميك ويكبتي وحير منام منامي مطفوخ متكوفخ ونمشي عامي من عينها ماظر وكبتي شرع، عيطت متعيط حرم منامي وفي الريق انا اخويا ولا للعسل مرار. يا نجمة عقب الليل تلاقينا من بعد غياب، ما زال المشوار طويل ما زلنا عشاق احباب، عمر وحرفنا